السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ طبعا وحشتنا كتير جدا جدا. ده فيديو ليا هنا اهوت في السعودية ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هوريلكم حاجة يعني صناعية كتير جدا جدا ما اشتغلتش بيها، فحبيت ان انا اعرفهم برضه، بحيث ان لو حد حابب ان هو الشغل بتاعه يكون يتطلب حاجة زي كده فمهمة جدا. يعني انا عن نفسي عشان الشغل معايا يتطلب كده، فكان لابد ان انا اجيب الحاجة دي. معانا دلوقتي ديت حل الضغط بتاعت بوهية، اللي هي ديت، تمام. دي بنحط جواها البوهية، والبوهية بتطلع هنا في الخرطوم ده والهواء في الخرطوم ده، تمام. بنمشي مسافة حوالي 5 متر، ويبقى معانا هنا المسدس اهوت، مفيش بنت. هو المسدس جاي مخصص لكده ان انت ترش بيه على طول زي ما حضرتك شايف، تمام. البويه بتدخله من هنا والهواء بيدخله من هنا، لازم الاتنين مع بعض، تمام. يبقى انت كده بتحط البويه بتاعتك كلها في قلب الحله دي. الحله دي بتاخد حوالي 8 لتر، ماشي. في ممكن تلاقي حل اكبر، بس هي دي بتاخد 8 وكويسه جدا، تمام. وزنها فاضي، وهي فاضيه كده حوالي 9 كيلو. طبعا هم عاملينها تقيلة علشان تبقى راسية في الارض، ما تقعش بسهولة. حتى القاعدة بتاعتها من تحت زي القاعدة بتاعت البومبة بتاعت الغاز، والخامة بتاعتها حديد زهر، فخامة تقيلة جدا جدا، والافزام بتاعتها كلها حديد علشان خاطر انها تستحمل الضغط اللي هيبقى جواها، عشان لا قدر الله ما يحصلش انفجار او يحصل فيها اي حاجة. هنا طبعا ده المنظم بتاعها، وده العداد اللي بيبين لك الضغط عندك وصل لحد كام بار. التوصيل بتاعها سهل جدا، انت لما تجيبها هتلاقي بتتوصل معاك سهل جدا. المنظم بيركب هنا زي ما انتوا شايفين، الهواء اللي جاي من الكمبرسر اهوت، ده الهواء اللي خارج منه. هنا البويه هتطلع من هنا، هفتحها لكم حالا ونشوف من جوه برضو شكلها ايه. طبعا ده الخرطوم اهوت اللي هو واصل الكمبرسر هنا اهوت، بتخليه على مسافة كبيرة بحيث ان انت دي تنقلها معاك مطرح ما انت عايز، على بعد 20 متر، على بعد 30 متر، زي ما انت عاوز. نفتحها ان شاء الله ونوريها لكم برضو من جوه، وان شاء الله وانا شغال بيها برضو اكمل لكم الفيديو واوري لكم البوية بتاعتها بتطلع ازاي وشغلها عامل ازاي. نفتحها كده بقى يا جماعة. طبعا اول حاجة بنفك الافزام بتاعتها. طبعا احنا فرغنا الهواء لان كان جواها هواء شديد. دي طبعا يد عشان نشيل منها، يعني هي ملهاش لازمة غير ان هي يد بس. بسم الله. ادي يا جماعه الحله من جوه، ديت الماسوره اللي هتسحب البويه، والهواء اللي بيضغط بيخش من هنا، تمام. وفي هنا طبعا في جوان كاوتش اهوت علشان خاطر يمنع التسريب او يمنع اي حاجه. من جوه زي ما احنا شايفين الجدار بتاع الحله سميك جدا جدا جدا، يعني معموله من الزهر علشان هي تستحمل، وديت القاعدة بتاعتها هي قوية جدا عشان تستحمل الضغط، وفي نفس الوقت يكون وزنها تقيل على الارض. يعني هي وزنها فاضي حوالي 9 كيلو، هتاخد كمان حوالي 8 لتر، هيبقى وزنها حوالي 20 كيلو، فطبعا تبقى تقيل على الارض وتبقى مش سهلة ان هي تقع. يعني حتى لو البوية اللي معاك قربت تخلص ما تقلقش ان الخرطوم ممكن يشدها يوقعها، لا مش هيقع، لان هم عاملينها ان هي تبقى راسية على الارض. لو هي خفيفة ممكن وانت شغال بالمسدس ممكن تقع منك على الارض، او ممكن تشدها وانت مش واخد بالك، تمام. فانت تشتغل بيها وانت مطمن، لان هي وزنها تقيل. الشغل بتاعها طبعا سهل جدا، هي هتبقى الوعاء بتاع البوهية بتاعك، هتضرب البوهية بتاعتك وتشتغل على بركة الله، هتلاقي الموضوع ان شاء الله هيريحك كتير جدا.
يعني هي مثلا تعادل، هي بتاخد حوالي 8 لتر، يعني تعادل حوالي ممكن نقول 16 17 بنتة من البنتة بتاعت المسدس، يعني توفر عليك أكتر من 16 17 مرة تملى فيهم المسدس. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية طبعا هتوفر معاك وقت كبير جدا. الحاجة التالتة هتوفر معاك مجهود كبير جدا. ممكن أبقى أنا مثلا شغال فوق على السقالة مثلا هنا، هخلص البنت هنزل واملى بنت تاني واطلع واخلص وانزل واملى بنت تاني، هتانك شغال على كده. يا اما هتبقى عايز واحد واقف وياك يحط لك على طول على طول يصب لك في البنت. وطبيعي البنت ممكن يوقع عليها مرة، ممكن يعص ايدك مرة، ممكن يبهدلك مرة، زي ما كل الصناعية فاهمة الكلام ده. فطبعا بتلاقي فيه مشاكل كتيرة جدا. ده طبعا شغلنا اهوت اكواخ خشبية. كده يا جماعة انا ظبطت البار بتاعنا اهوت، الضغط بتاعنا على 5، ده طبعا ضغط شديد جدا. كده يبقى انت كمان في ميزة في الحالة ديت، ان انت بتقدر تتحكم في الضغط اللي داخل المسدس، وان شاء الله يكون ضغط ثابت معاك طول الرش. بيتحكم طبعا في المنظم من هنا، بتشد السنة لبره وبتعلي يمين وبتوطي شمال. طبعا هو دلوقتي ضاغط هوا، برضو اعمل لكم تجربة. انا كده وطيته اهوت، هنفضي الهوا. كده الضغط اهوت قل معانا، هنعليه بقى ايه من منظم من هنا كده اهوت. هيبتدي يعلى معانا دلوقتي. كده يا جماعة خليناها اهوت على الخمسة. معلش في حتة صورتها وفصلت مني، هقلله تاني. نزود بقى الضغط من هنا كده. كله يبص معايا كده على المؤشر اهوت. هنخليه عند الخمسة ونثبت على كده. تمام، كده الخمسة معايا اهو، الضغط شديد جدا. نجرب. بصوا يا جماعة المسدس من شدة الهواء بيرجع لورا لوحده، مش انا اللي برجع ايدي. بصوا، طب نيجي بقى نبص على الضغط بتاع الحلة ونشوف هل الضغط مع الرش هيقل ولا مش هيقل، هل الضغط هيبقى ثابت معايا، هل زي ما هبتدي الرش زي ما هخلص ولا لا. نبص كده مع بعض، ادي المؤشر وادي المسدس في ايدي. كده المؤشر على كام؟ عند الخمسة او خمسة وشرطتين، مش مشكلة. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت المؤشر عند الخمسة، يعني لو قل بيقل شرطتين تلاتة ما بيأثروش معاك خالص. يبقى انت في الحالة دي طبعا لما بتكون شغال في جنب كبير زي ده، غير لما بتكون شغال في جنب صغير. طبعا انا جايب الحل عشان الشغل مفتوح في الرش زي ما انتم شايفين، اسقف وجدران، فمحتاج ضغط يكون معايا شديد. مش شرط يكون الكمبرسر كبير، لا، المهم الضغط اللي جوه الحلة ديت. فبالتالي اي كمبروسر، يبقى انا كده انا معايا كمبروسر شغال 100 هناك اهوت. انا بضغط الحلة ديت يعتبر شغال بكمبروسر 500، الضغط اللي جواها يديني ضغط زي كمبروسر 500 لتر. تمام، يديلك ضغط شديد جدا. يبقى انت شغال في الاماكن الواسعة اللي زي كده وانت ما انتش حامل هم اي حاجة، ضغطك مظبوط. طبعا الضغط لما بيكون مظبوط بيحافظ على المسدس بتاعك، بيخلي البوية مظبوطة معاك، بيخليك كمان وانت شغال ما تنكش نازل وطالع. قلنا زي ما قلنا فوق الفيديو، بيوفر عليك وقت، بيوفر عليك مجهود كبير جدا. فطبعا كل حاجة وليها حاجة،
لو شغال في شقق او في باب وكده طبعا الحالة ديت مش هتبقى عملية معاك، ولكن في الشغل اللي زي كده او معاك مثلا برجلات او معاك حاجات واسعة وفيها سقالات خاصة، يبقى يفضل انت تجيب واحدة زي ديت. طبعا انت بتحط ديت في نص الشقة في نص الأوضة، وهي الخرطوم بتاعها حوالي 5 متر. طبعا الخرطوم ده انا اللي مركبه، انا غيرت الخراطيم بتاعتها، جاي اي كلام اللي هي ديت، ده الخرطوم اللي جاي معاها اي كلام خالص، وده الخرطوم التاني برضه تعبان جدا وبيقطم لوحده، فانا غيرت خراطيم تاني وجبت خراطيم تانية ووصلتها بحيث ان هي تكون قوية وتستحمل الضغط عشان ما يحصلش معايا اي مشكلة. تمام، برضو ان شاء الله وانا شغال بيها هنكمل الفيديو ان شاء الله واحنا شغالين بيها. طبعا يا جماعة هنعبي الحلة اهوت، انا كنت طبعا شغال بيها، دولت شوية اللي اتبقوا في القعر بتاعها. طبعا القعر بتاعها بيبقى مجوف من جوه، ده اساس عشان لو في اي رواسب في البوية ما تخشش في المسدس وتبقى في الجزء اللي تحت ده. تمام، يعني حتى المسدسات اللي بتبقى عدلة برضو بيتبقى فيها شوية من تحت عشان الرواسب، فدولت حاجة ما تسكرش، ما يجوش تقريبا كوباية شاي. شايفين في خشب اهو، في روايش، في كتير، في حاجات كتير اهو، فطبيعي الشوية اللي تحت دولت، الشوية اللي تحت دولت بيبقوا هم يعني مصلحة ان هم يتفضلوا في قلب الحاجة عشان خاطر ان هي الروايش ديت ما تخشش للمسدس. دي حتة خشبة طبعا، لو مفيش التجويف اللي تحت ده الخشبة طبعا هتخش المسدس وتسد وكده. ماشي، دلوقتي طبعا هنعبيها، ادي اول جالون. كده حطينا جالون وده التاني. هي تاخد طبعا كمان، بس انا مش هحط فيها تاني، يعني حلوة قوي كده عشان خاطر برضو ايه نسيب مكان للغطا ويتعصر ويتبهدل، فانا بسيب ايه الشوية دولت. لكن لو عايز تحط فيها كمان جالون تالت او نص جالون كمان هتاخد. بعد كده هنركب الغطا بتاعها زي كده. التركيب بتاعه سهل جدا، بنركب في اللبسات بتاعتنا ديت. طبعا عشان بصور بيض واحدة الموضوع صعب شوية، ولكن انا بحاول على قد ما اقدر. يعني هنأكد بقى عليهم القفل بتاعهم كويس، وبعد كده نفتح الهواء بتاعنا من المسدس من الكمبروسر. ان شاء الله هبقى احاول اعمل هنا محبس عشان خاطر اتحكم فيه من هنا، لان بضطر اروح اقفل من عند الكمبروسر. يلا بينا دلوقتي بقى يا جماعة. طبعا بعد ما شرحنا الحلة وشرحنا ازاي بنستخدمها وكده، دلوقتي ان شاء الله هنعمل معاكم فيديو عملي مع بعض، وان شاء الله يعجبكم ونشوف الرش بتاعها، تلاقيه جميل جدا. كمان فيه ميزة ان انت في السقف بتقدر تجيبه بكل سلاسة. طبعا اول حاجة بنعملها بنمسح الغبرة اللي بتكون على الخشب وننضفه، وبعدين بنمسحه وننضفه المسدس. بعد كده طبعا بننضف مسدس الهواء.